مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 ولي كنا معنيين فيه بعودة مؤشرات الهدوء والاستقرار في أغلب مناطق بلادنا بعد الاضطراب الجوي اللي عشناه خلال 24 ساعة الفارطة في عدد من معتمديات الشمال، نزول بعض الأمطار الضعيفة والمحلية، البارح كمية وصلت إلى 7 ملم بتبرقة من ولاية جندوبة ودون المليمتر الوحيد في بقية المعتمديات، ممكن ضباب خفيف ولمي الساعات الأولى لنهار اليوم، فيما عدا ذلك كنا معنيين بتواصل درجات الحرارة على نفس الوتيرة، اليوم الحرارة القصوى كانت ما بين 20 إلى 25 درجة في حدود 18 بالمناطق الجبلية الغربية لبلادنا، خصوصية كالعادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي ولميس حالة السماء هو ظهور بعض السحب في أغلب الجهات واللي كانت أكثر كثافة بولاية الشمال تقصى ليلة باش يمتاز بظهور مجموعة من السحب العابرة درجة حرارة نسبيا في انخفاض مقارنة بالليالي الفارطة تقريبا الليلة باش تكون الأرقام بين 14 ل 18 درجة في حدود 12 في المرتفعات الغربية بالنسبة ليوم الغد إن شاء الله تواصل مؤشرات الهدوء والاستقرار ظهور بعض السحب في أغلب الجهات مع ارتفاع طفيف متوقع في درجات الحرارة كالعادة نقدم قراءه سريعه لدرجه حراره قصوى المنتظره بمختلف ولايات البلاد بتونس الكبرى نتوقع تسجيل 25 كحراره قصوى 23 في نابل 22 في قليبيا زغوان 24 درجه 24 في اقصى شمال في بنزرت في مناطق الشمال الغربي نتوقع الارقام ظهرا تكون في حدود 23 في تبرقه 24 في باجه 26 بجندوبه 23 بسليانه و22 درجه بالكاف بمناطق الوسط بتالا 21 اعلى بالقيروان وين توصل الى مستوى 26 درجه بجهه الساحل بسوسه بالمنستير 25 24 في المهديه بصفاقس وبزور قرقنا 24 حرارة ظهرا تكون في حدود 23 بسيدي بوزيد 22 في القسرين في مناطق الجنوب الغربي تقريبا الارقام باش تكون في حدود 22 في قفصه حراره ظهرا في مستوى 25 بتوزر 24 في قبلي في قابس وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربل حراره ظهرا في حدود 23 24 في منين 22 بتتوين و23 برمده بالنسبة للملاحة والصيد البحري بساحلنا الشمالية منطقة سيرات وخليج تونس وصولا لخليج حمامات وجهة الساحل الريح تكون في أغلبها جنوبية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة وتتقوى محليا لتكون بين 15 إلى 25 عقدة البحر يكون قليل الاضطراب المضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وبالنسبة لمنطقتي الشبه وخليج جابس ستكون تكون من قطاع شرقي جنوبية شرقية فشمالية شرقية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة والبحر يكون متموج بسواحل صفاقس جابس ومدنين كالعادة نقدم لكم فكرة حول حالة الطقس بعض المدن والعواصم الأجنبية 37 درجه نتوقع ظهور بعض السحب العابره في الدار البيضاء 23 بعض السحب ايضا في الجزائر 23 درجه بطرابلس اجواء مغيمه جزئيا 23 بالخرطوم سماء تكون صافيه مع تسجيل 35 كحراره قصوى اقل في القاهره 27 درجه اجواء مشمسه بالبقاع المقدسه نتوقع تسجيل 33 في المدينه المنوره 36 في مكه المكرمه تقصافي بالدوحه 34 32 بابو ظبي وبمسقط بالكويت سحب عامه قليله 26 نتوقع تسجيل 26 ايضا في بغداد بالشرق الاوسط مؤشرات الهدوء وال استقرار تعود من جديد 21 في دمشق 25 في بيروت 23 درجه بالقدس الشريف باسطنبول نتوقع ظهور بعض سحب سوتاش وباوروبا بروما تقريبا حراره قصوى باش في مستوى 19 درجه اجواء بارده بفيينا 9 درجات حراره في مستوى 11 في برلين مؤشرات الامطار في لندن ببروكسل باريس 15 درجه 14 بجنيف 18 في مرسيليا وبشبه الجزيره الايبيريه مدريد 15 و19 بلشبونه تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليله القادمه الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد خلال يوم السبت القادم الرياح تكون في اغلبها من القطاع الجنوبي نشطه نسبيا بالسواحل الشرقيه وضعيفه الى معتده داخل البلاد البحر يكون قليل الاضطراب بالشمال مضطرب ببقيه المجالات البحريه ودرجات الحراره القصوى اجمالا في مستوى 22 و26 درجه خلال يوم الاحد يتواصل توفط تدفق التيارات الهوائية الجنوبية في اغلب مناطق البلاد تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة الى ببقية المناطق البحري يكون قليل الاضطراب بالشمال متموج ببقية المجالات البحرية ظهور مجموعة من السحب المرتفعة في اغلب المناطق مع استقرار في درجات الحرارة موعد شروق والغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق شمس باذن الله يكون في الساعة 7 الا خمس دقائق وغروبها في الساعة 5 و12 دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بقنوات الاتصال الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب دبليو وميتيو صفحة فيسبوك الخاصة بالمعهد والموزع الصوتي 88 40 4 سفر أوقات صلاة اليوم الغد صلاة صبح بداية من الخامسة و 26 دقيقة دور منتصف النهار 11 دقيقة صلاة العصر في الساعة الثالثة إلى 9 دقائق صلاة المغرب في الساعة 5 و 14 دقيقة وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة السادسة و 41 دقيقة شكرا على حسن المتابعه الاهتمام إلى اللقاء